السلام عليكم، معكم جمال عروشي مافيونسور في العاب الفيديو. صديف جيمينغ هو شنو نقول لكم، بديت كنلعب بحالي بحال الناس يعني عادي. واحد شويه جو تورنوات ديال فري فاير لعبنا فيهم والحمد لله توفقنا ودينا بطولات العرب. واحد شويه عاوتاني دزنا البطولات اسيا لعبنا فيها وشرفنا المغرب وهذا شرف لينا. بالنسبه للبطولات انا باش بديت انا بالنسبه للكاش برايس اللي كاين يعني راه معروف في العالم كامل. بالنسبه للبطوله الاخرانيه انا ما كنتش شاركت فيها، كانت بطوله العالم ديال فري فاير يعني فيها البرازيل فيها العالم كامل، كانت ما عرفتش فيها شي 500,000 دولار يعني نص مليار مغربيه، ولكن يعني كيتنافس عليها العالم كامل. وكاع الا جيتي من المراتب الاولى يعني كتجيك مبلغ قليل وصعيب بزاف، ولكن تتبقى في اللقب ما تتبقاش في الفلوس. يعني اللقب الا جبتيها وزيت الرايه في بلاد ديال الاخرين وزيت الرايه ديال المغرب حاجه كبيره بزاف. بحال في الاول كان كلشي في السيبر، تدخل تلعب في بلاي 3 دراهم كتقصر نص ساعه هذه. واحد شويه دابا ولاو يعني كلشي ولا تيلعب وكلشي سميتو، حتى الشركات ولاو كيديروا دي كومبيتيسيون تيديروا هذه، يعني كتكون تنافسيه بين الدراري في الحومه في المدرسه في الزنقه بين العائله. اجي لعب الطيل لعب الطك، يعني هادشي هذا ولا كيتطور بزاف ومزيان. يعني ولينا بحال الكره، يعني كما كتلعب ماتش في الحومه وليتي كتلعب كتقدر تلعب فري فاير واحد ضد واحد 4 ضد 4 تلعب مع واحد في بلاد اخر مدينه اخرى. يعني مزيان، انا كنهضر على نفسي يعني حاجه ما انا بعدا حل ليا بزاف ديال الاشياء وديما تنقول لك زعما بالنسبه لي جو فيديو كاملين ماشي زعما هي فري فاير. يعني الا شحال من واحد تيكون مكتئب ولا تيكون غير الدار ويقدر يخرج للزنقه ياخذ شي بليات عند صحابو ولا شي حاجه الله يسر، يعني كتبقى خليه في الدار يعني ما يخرجش يجبد لك الصداع ولا غيمشي غادي يشفار ولا غيمشي مع صحابو يتعلم البليات، يعني كتبقى في الدار كتقصر. حتى بنادم كنعرفو انايا دراري صغار عندهم 10 سنين كيتعلموا دي لونغ، يعني تيلعب مع واحد في فرنسا وهادي من صغرو وعقلو مازال خفيف تيشد بزاف ديال اللعيبات، تيكون تيلعب بحال هكا تيبدا يهضر مع الدراري بفرنسا كيتعلم، يعني ما نشوفهاش من الحاجه السيئه. لا هادشي هذا بالنسبه لشو سميتو، انا عمري زعما كنوصي الناس تلعب ولا هادشي. انا في الفيديوهات ديالي يعني الناس اللي كتبغي غير مصلحتها تقول لك لا تفرجوا فيا، انا ما عمري قلت لهم تفرجوا فيا، تنقول لهم ديما المصلحه ديالكم هي الاولى، قراو هما الاولين، ما تدخلوش تفرجوا فيا، ما تدخلوش عندي قرايتكم تتساليوا عاد دخلوا عند. على سبيل المثال خويا الصغير راه تيسالي القرايه عاد تنعطيه يلعب شويه وصافي. يعني دين الوسطيه والاعتدال، الدين ديالنا دين الوسطيه والاعتدال، شويه لنفسك شويه القرايه شويه هذه. بالنسبه للوالدين يعني القرايه هي الاولى، يعني المستقبل ديال الدري. بالنسبه للناس اللي شو سميتهم يعني كل ما فيها باس الواحد تعطيه يلعب شويه، يعني ولا لقيتي عنده شي موهبه ولا اكتشفتي بلي ولدك عنده شي موهبه ولا مافونسي في واحد الجيم ولا شي حاجه، ما كاين مشكل تاثروا وتعطيه حتى هو ساعتين ديال هذا الشيء هذا في النهار ودعموا. يعني هذه الفكره هذه دخلها خصك تدخل لك للراس ديالك كاب، يعني ما تجيبش العقليه ديال الستينات تجي تحطها لي انت في 2023 ولا 2022 تقول لي لا بزز خصك تقرا ولا دير هذا. القرايه هي الاولى، ولكن الا كانت عنده شي موهبه ما تقتلش ليه ديك الموهبه، خليه يلعب ودعمو وعطيه واحد السويعه ديال المكانه ساعتين، جيب صاحبي يلعب معايا في الدار. قدر الناس اللي عندهم 14 ولا 15 عام مشاو للبرازيل شاركوا في بطولات العالم وخذوا مبالغ كثيره في العالم كامل، يعني هادشي اللي كاين.